السلام عليكم. للناس اللي ياخذون مجموعه السلفونال يوريا على سبيل المثال الدايماكرون، الاميريل، الداونيل والمينيدياب وغيرها من هذه الاصناف، ننصحهم ان ياخذونها قبل الافطار. وايضا ساعتي لنا استفسار ثاني، شلون اقدر اخذ الكلوكوفاج؟ افضل طريقه لتاخذ الكلوكوفاج هو بعد الافطار او بعد وجبه الغبقه او بعد وجبه السحور. والله يعطيكم العافيه وتقبل طاعتكم.